الحين كل هذا بطاقيه ابو سوسن يلا ترى هذا المشهد عيدينا مو عيدينا صورنا من الساعة 6 المغرب إلى الساعة 12 جت مباراتين أكلنا أربع مرات أربع خيارات يعني يا أما يفوز الهلال أو الشباب المصورين إحنا قبل رمضان وعلى أساس المباراة في رمضان فممكن يفوز الهلال ويفوز الاتحاد وممكن يفوز الهلال ويفوز الفيحة وممكن يفوز الشباب والنصر زعلان في النهاية الاتحاد وممكن يفوز شو اسمه الشباب والفيحة يعني أربع خيارات فقاعدين نسوي الأربع خيارات عشان لما يجي مباراة الصدقية ويصير خيار حنا نخمم نحط نفس الخيار دوري وفلت مننا بسبة جارديم وما يمدينا عليه لكن الكاس أتحداكم تأخذونه وربي لا أسمعكم لا دوري ولا كاس تلعب معانا تنحس حبيبي أهم شيء تلاتية الأهلي تبقى محتكرة باسم الراقي ولا أحد يقدر يكررها الله يسأل حكيم سلي شوف الأندية كلها تتنافس عن النهائيات اللي إحنا للحين طالب بحارس إنتي الحالو يا سلام كذا لو تاكل الشباب في النهايه وترفع الكاس كذا والدوري وتاخذه راحت عليك لا يا شيخ القرع مضبط لكم تضبيط أجل تقابل الفيحة بنصف النهائي أبوك الحظ هلالي ويتكلم عن الحظ هزلت هذه أخرتها هذه أخرتها الفيحة اللي ما قد وصل للنهائي يطلعكم هذا أكبر دليل إنكم ما تستهلون الدوري وأعطاكم إياه هدية جاردية أقول تك يا طاقية لا دوري ولا كاس الوعد بعد العيد يا سلام طاقة مهزومين هذا لقم أمس وذا لقم اليوم لا يا شيخ اقول اسكت يا الموسم الصفري بس والله طبقة حلوة يا صالح تذكر الجملة يا عم حد يقولها والعزة هم فرسان الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان احنا الشباب المتفائل بدون قياس وصف حاجة جدا سلام للأساس خلف الأجمل واقع أجمل حسب خيالي حسب خيالي احنا الشباب المتفائل شباب الفم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح ونسبح